السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي قناة أخبار الوظيفة، مرحبا بكم في فيديو جديد. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم أي جديد. فيديو اليوم سيكون له علاقة بنتائج الجهوي للسنة الثالثة إعدادي. غادي نتحدث على فين غادي تحطوا نقاط الجهوي للسنة الثالثة إعدادي برسم سنة 2022. قبل هذا بغيت نتحدث لكم على بعض النقاط. بالنسبة لنقاط الجهوي للسنة الثالثة إعدادي، راه مازال ما تحطوا. للأسف كاين بعض الأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعي كيبقاو يخلعوا في التلاميذ باللي نقاط تنزلوا. هذا كلام لا أساس من صحته، راح تجيها مع النت لنقاط الجهوي. كما قلت لكم في السابق، انا فور ما يتم الاعلان عن النقاط الجهوي غادي نوافيكم اي جديد عبر قناتي. ونقطه اخرى كذلك، بالنسبه للنقاط الجهوي راه ما يمكنش يتم الاعلان عنها بدون اجراء المداولات، بمعنى حتى كتتم عمليه اجراء المداولات من بعد عاد كتكون النقاط واجده. المهم ما نطولش عليكم بزاف في هذا الفيديو، نرجع للنقطه المتعلقه فين غتلقاو نقاط الجهوي. بالنسبه للنقاط الجهوي غادي تلقاوهم في تطبيق مسار، وراني سبق لي وشرحت لكم في الفيديوهات السابقه كيفاش تدخلوا المسار وتطلعوا على نقاط الجهوي او المراقبه المستمره. ما فيها باس نعاود نذكر لكم كيفاش كتدخلوا المسار وتطلعوا على النتائج. كتليشارجيو هذا المسار، كتدخلوا بلاي ستور، من بعد يطلب منكم ادخال اسم المستخدم هو رقم مسار، وتعملوا @تعليم.ma، كلمة المرور تدخلوا القن السري وتعملوا تسجيل الدخول. من بعد ظهر لكم الصفحة الرئيسية والتمدرس، غادي كليكو على هذيك التمدرس، وظهر لكم تتبع النقاط، نقاط المراقبة المستمرة إلى آخره. أنتم غادي تقوموا بالضغط في هذيك تتبع النقاط، من بعد فور ما يتم الإعلان عن النقاط الجهوي يمكن لك الاطلاع عليهم. إذا هذا هو كل ما يخص عن هذه النقطة المتعلقة فين غتلقاو نقاط الجهوي. في الاخير كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك وتقوموا بتفعيل زر الجرس ليصلكم اي جديد. وبالتوفيق والسلام.